فينا راه باهي. احنا هو مش احنا هو حضر لنا دنيا الكل اللي باش نطيبوا. عنا هوني بطاطا، البطاطا عنا هوني، الثوم هذه الهريسه العربي، هذه الطماطم طماطم صحيت، هذه الطماطم هذا اللحم العلوش، عنا هوني جرينيت فلفل، عنا هوني اوريقات حبق تهبل جبنينا بالحبق بالطبيعه، اوريقات الرند، وعندنا الحمص، البابريكا، الكركم، وعندنا التابل. وبالطبيعه كي نقولوا مقرونه عربي شو نقولوا؟ نقولوا مقرونه ورده. انا منهم تعرف هذه شو اسمها؟ فل. صحيت اسمها الفل. باهي اجا نبداو نحطوا الطنجره نتاعنا. وانا كل مره انت تقف غادي كل مره نقول لك مدلي حاجه مدلي. باهي كيكا تروح الاناس حافظه الغوسيت تمشي تحط في الكوجينه طيب انت الفطور على روحك. باهي نبداو بالطنجره الكبيره اللي باش نحطوا نركبوا فيها، وزيدة عندنا الماء السخون اللي سخناه ديجا كالعاده في البويوار نتاعنا، كيكا الماء يبدا سخون حاضر باش نحطوا الماء نتاع المقرونه مع بعضهم الزوز، هذه من المقرونه وهذه الطنجره اللي باش نطيبوها. باهي هاي سهله، انت خلطت دينا بزهرك على اسهل حاجه هي المقرونه. نحطوا ساعه الماء قبل كل شيء، هكيكا طنجرتنا تغلي من هوني والماء نتاع المقرونه يغلي من هوني. فاكونس على التوا شيخه اي بالحق تقوم مخر ما نعرفش مره كي مره كي كل مره كيفاش. صحه ليكم والله. تعرفي انا نتمنى نرجع كيكا عمري قدك انا، ومشكلتي في الحياه هو الكرني اللي باش يجي في اخر التريمستر. والله ما احلاها الحياه كيكا راهو تو تكبر تصير تدخل الكوجينه كل يوم وتطيب وشنو هو الفطور اليوم. اول حاجه نحطوها في الطنجره هي الزيت. الزيت حطوا الزيت، فما شكون الزيت هذيك يقلي فيه جرينات الفلفل من الاول. نهزوا جرينات الفلفل بعد ما يتقلي، وخاطر هذوك اللي باش نزينوا بهم من بعد صحفه المقرونه هذيك العربي نتاعنا الحمراء المشخشخه. نخليوا الزيت يسخن شويه، ومن بعد نحطوه زعما نبسموه، نحطوا فيه شيشه ملحه ولا ليه؟ نحطوا فيه شويه ملحه. انت تحكم اليوم دينا راه نحطوا فيه نحطوا فيه هكا دينا قالت. يظهر لي باش نحط ماء ملح هوني هاكا نجيو نحطوا فيه شيشه ملح. بعد نقليو جرينات الفلفل هذا الكل باش الزيت يسخن شويه هكاكا تقلينا طول الفلفل. هذا الملح هاي حاطين نجرينات الفلفل نقليهم. انا راني نفضلك كي قلت لك تحط طنجره من بعد وينس مش في الدار، رد بالك الغاز يقف عليك اش كي تلقى ينس في الدار وحدك لا مش الغاز به هي هاي احكي لي سافا القرايه اي انت سوا سنه خامسه سنه كيك هاو كبرت بنتي عادك بيك نهار وانت قد هكا في اللفه. هذوما التقليو نجيو نخرجوهم من الطنجره وباش نحطو اكل اللحم هذيك نتاع العلوش. الزيت هي اسهل حاجه المقرونه هذه راه خاطر نتحطوا كل شيء تقلي. اعطيني الثوم عايش بنتي صحيت نحطوا ثوم، وتحب برشا برشا ثوم المقرونه هذه. حطوا الثوم يتقلى ومن بعد حسب رايك شو تحط طماطم. صحيت الطماطم هاي شميت ريحه الثوم شويه بالحق ايه تحبوش تحبوش يا لطيف. ساعة هو مكون اساسي من مكونات المقرونه، والمقرونه صغار الكل يحبوها. تعرفوش اللي فيها برشا ثوم ما يجيش لبالك تاكل من بعد اللي يحضر معناها خويا. نزيدو توا نقليو شويه
هكا الطماطم هذيك شو نزيدوها تو حسب رايك؟ الهريسه. الهريسه صحيت والله يا سيدي حافظه درسها الطفله. زيدوها الهريسه العربي. الهريسه عربي تفوح الماكله بالكدا مفوحه هيك بك الفلفل الشايح. ها تو تبدا تشم ريحه الطنجره باش تطلع بالكدا بالكدا. زيدوا هذه الهريسه. شنو اخر تو؟ نقول لك انا الحمص باش نزيدوه كيف كيف نقليوه من الاول في الطنجره. وتوا باش نحطوا الماء نسخنوه في البويوار نتاعنا باش من بعد ما نكملوا احنا قلينا الطماطم واللحم والثوم والحمص نحطوا توا وريقات الرند هكا تمشي هذي تمشي ونحطوا نفوحوا باه الفاح خاصة التابل فوالا باش نحطوا فلفل اكحل وملح هذا الملح وهذا الفلفل الاكحل فلفل اكحل تعطيني الكركم طلعناه الكركم الاصفر الاصفر هو الكركم نحط الكركم واعطيني البابريكا هذا هذاك صحيت باش نحط البابريكا باش نحط اسمع هو يحب على مقرونه مقرونه عربي هيك حاره تعمل 66 كيف بالحروريه وتوا نجيو نمرقو ها هاي يعطيها الصحة ولا هاكا البوياغ متاعي نقصت عليا ما سخون طول هكيكا كي نمرقو نمرقو بالماء سخون وفي ساعة في ساعة ما تغلي الطنجرة متاعنا هذي باش نخليوها تغلي على روحها ها الطنجرة وركبت نغطيو عليها نهزو الماعون متاعنا غادي الكل الحم الغنمي يحب يغلي شويه باش يطيب ويهبط زبده هو راهو انا كيف نزيد نسخن الماء من عند البويار نتاعي نتاع اوفيزا تنقص عليا شطر ثنيه نتاع باش تغلي الطنجره وكل شيء خليوها تغلي هكيكا الماء باش نزيدو نقصوا عليه شويه باش من بعد نصبتو فيه المقرونه نتاعنا ورده في النمرو 2 اشهر حاجه حسيتو في المقارن العربي هذوك ما نحبوه وريقات الحبق باش نزيدوهم في الاخر بالكل وقت اللي تغلي الصوص وقبل ما نص طيب نتاع اللحم باش نزيدو عليهم كعبات البطاطا تغلي هي على روحها الطنجره هذيك حتى لين نقولوا احنا نص طيب نتاع اللحم